خلينا بس في اخر حاجه نختم ونقول لهم الف مبروك. ارحب بنجوم برضو منتخب مصر اللي شرفونا، كان عندهم هوا في قناه تانية بس جم معانا، كابتن شهاب وكابتن عمر سامي نجوم منتخب مصر. بقول لكم الف مبروك. الله يبارك فيك حضرتك، وان شاء الله باذن الله كاس عالم باذن الله اللي جاي 2021 بطوله ان شاء الله باذن الله. يلا بينا كلنا. كابتن طارق محروس اتفضلوا مع بعض. يلا يا كباتن نقطع حاجه يعني صغيره جدا بجد من قناه الاهلي لنجوم منتخب مصر، ان شاء الله باذن الله في المرحله اللي جايه يوقفوا على منصه التتويج في 2021. نقعد سوا 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 بكده يعني. هو لازم يصور سيلفي، ما هو قال لك بتاع الميديا كلها فكله عايز يصور سيلفي برضه. بص في الاخر لازم نقول لهم الف مبروك، هندعمكم وهنفضل وراكم زي ما دعمناكم من اول افريقيا، هنفضل وراكم ان شاء الله لغايه كاس عام 2021. شكرا والى اللقاء. شكرا.